مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ونستكمل بقية فقرات حلقتنا النهاردة. معانا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. ألو، مساء الخير. دكتور بس من حياتي لحضرتك. ألو، أيوة دكتور. مساء الخير يا دكتور. خير يا فندم، حياتي لحضرتك. علمنا الصوت يا جماعة شوية. ألو. أولا يا فندم احنا بنقدر النهاردة يعني الإيجابي، بنقول عليه إيجابي، لازم النهاردة في مجهود الحقيقة قامت به وزارة الصحة في مستشفيات البحيرة للحادث والاستقبال المصابين واللي حصل هناك. كان في استعدادات هناك وجهد كبير واضح من الأطباء والناس بصراحة اتكلمت عنه، فلازم ان احنا كنا ننوه عن النقطة دي لانها نقطة إيجابية. ده أولا. نشكر حضرتك طبعا، وده واجبنا، ويعني ده المفروض يتعمل. اتفضل يا فندم. دلوقتي يا فندم عدد الضحايا والمصابين وصلوا لقد ايه؟ بيان وزارة طبعاً الصحة. طبعا هو كان في تضارب النهارده شديد في الاعداد، ولكن الحمد لله يعني هو البيان النهائي للوزارة الاعداد بالنسبة للمتوفين وصلت ل 12 حالة وفاة. خالص تعزينا لأسر المتوفين، ونتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل. يمكن احنا عدد الوفيات وصل ل 39 عفوا المصابين وصل ل 39 مصاب، ثم ارتفع ل 43 مصاب، لكن العدد الفعلي الموجود حاليا داخل المستشفيات هم 27 حالة موجودين في مستشفى دمنهور التعليمي، وحالتين في مستشفى وادي النطرون، وباقي الحالات خرجت من المستشفيات خروج تحسن الحمد لله. خلينا نقول انه الحالتين المتواجدين في مستشفى وادي النطرون دول يعني ما تمكناش من نقلهم لدمنهور التعليمي، هما كانوا حالتين خضعوا لجراحه في مستشفى وادي النطرون، احداهما كانت بتعاني من نزيف داخلي والاخرى بتعاني من يعني مزع او قطع في فروه الراس، وايضا خضعت لجراحه ويمكن حالتهم الان مستقره. الحالات اللي موجوده في مستشفى دمنهور التعليمي باقي الحالات، ودي تم نقلها للمستشفى بناء على توجيهات وزير الصحه والسكان. مستشفى دمنهور التعليمي هي مستشفى الاحاله الخاصه بمحافظه البحيره، ويمكن منظومه مستشفيات الاحاله دي منظومه تم استحداثها مؤخرا للتعامل مع الحوادث والكوارث الكبرى. دي بتبقى مستشفيات فيها كافه التخصصات الدقيقه، جراحه العامه، جراحه العظام، جراحه مخ والاعصاب، القلب والصدر. يعني على سبيل المثال الله يخلي حاصل طبعا مستشفى غرف عمليات بيعملوا في نفس التوقيت باطباقهم مع الحالات المصابه اللي ذهبت للمستشفى. خلينا اطمن حضرتك على الاصابات، يمكن معظم الاصابات هناك حالتها مستقره، يمكن في ما عدا حالتين، حاله منهم بتعاني من نزيف داخلي نتيجه تهتك في الكبد وخضعت لجراحه، والحاله الاخرى بتعاني من تهتك في الطحال وخضعت لجراحه وتم. ودول يا فندم في البحيره ولا اتنقلوا؟ لا، موجودين يا فندم في مستشفى دمنهور التعليمي وخضعوا لجراحات داخل المستشفى، وحالتهم خرجوا من العمليات وحالتهم الحمد لله يعني في تحسن. باقي الحالات الموجوده من دمنهور التعليمي يعني عباره عن كسور، وكسور في اماكن كثيره من الجسد، كسر في الفك وتم عمل تثبيت داخلي، كسر متعدد في الضلوع وتم تركيب انبوبه صدريه، كسور متعدده في عرض الطفل، في حالتين بيعانوا من كسر في الساق، لكن الحمد لله جميع الحالات اللي دخلت العمليات وبالفعل خرجت وحالتهم في تحسن، وخرج منهم جزء وان شاء الله باقي الحالات تخرج تباعا بعد تحسن حالتها. طيب يا فندم، بعض الاهالي قالوا انه كان في معوقات لوصول الاسعاف لمكان الحادث، صحه الكلام ده ايه يا فندم؟ لا، كان حضرتك هو فعلا الحمد لله ما تاخرناش، الاسعاف وصل لنا معلش يا فندم بستأذن حضرتك، حضرتك الظاهر في مكان الشبكة فيه ضعيفة جدا، فالصوت بيقطع في إجابة السؤال اللي سألته. معلش. ألو 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 ترى بس سامعاني كده يا فندم؟ أيوة كده كده كويس، اتفضل حضرتك. بقول لحضرتك احنا البلاغ وصل غرفة عمليات البحيرة الساعة 12:42 دقيقة بالظبط. اول سياره تحركت وصلت موقع الحادث الساعه 12:50 دقيقه بالظبط،
وقود السياره كان 19:32 8 دقائق. الساعه 12:42 البلاغ استقبلناه، الساعه 12:50 السياره وصلت لموقع الحادث وكان كود السياره 19:62. الساعه 1:05 كان في 20 سياره اسعاف موجودين في موقع الحادث. طبعا السيارات بتوصل تباعا، الاقرب ثم الابعد. ومش دول بس اللي شاركوا في الحادث، ال 20 سياره لا، شارك 70 سياره اسعاف. في الحقيقه في سيارات جت من المحافظات المجاوره، محافظه الاسكندريه، مطروح، الغربيه، كفر الشيخ، المنوفيه. 70 سياره اسعاف شاركوا في نقل المصابين. 70 يعني. طب يا فندم، يعني الاهالي ليه بيقولوا انه احنا اللي نقلنا الناس، هما اللي نقلوا الضحايا؟ لا، والمتوفين. هو شوف يا فندم، هو ده بالفعل في بعض المصابين تم نقلهم عن طريق الاهالي. وده سبب من اسباب التضارب اللي جه في الارقام مبدئيا، لان احنا وزاره نقلنا بسيارات الاسعاف بعض المصابين لمستشفيات وزاره الصحه، وفي ناس اخرى تم نقلها بواسطه الاهالي، وبالتالي ما كانوش موجودين في الحاصر المبدئي اللي كان موجود عندنا. لكن مش يعني ما كانش بسبب انه ما فيش سيارات اسعاف، لكن حضرتك عارفه بيبقى اثناء الحادث يعني اكيد كله اللي خايف على اخوه، اللي خايف على اخته، يعني بينقله بسرعه في عربيته. لكن انا باكد لحضرتك ان 1:05 كان في 20 سياره في موقع الحادث، 1:05 بالدقيقه. بنشكر حضرتك جدا يا فندم. بس في سؤال عايز اساله يا فندم. كان في النهارده مؤتمر وزراء الصحه العرب، وكان في يعني توصيات او مقترحات في المؤتمر بمنع التدخين في الاماكن العامه، فممكن حضرتك تقول لنا عن الاقتراح ده وازاي هيتم تفعيله؟ يعني كويس ان حضرتك، بشكرك ان حضرتك سالتي هذا السؤال، لان بالفعل ده حدث مهم. هو النهارده فعلا الدكتور احمد عماد وزير الصحه المصري كان بيترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحه العرب، وفي مقترح او تم اعداد ملف صحي لطرحه على القمه العربيه المقبله المقرره في السعوديه في مارس المقبل. اللي هي هتبقى في مارس يا فندم؟ بالظبط يا فندم، بشأن تبني مقترح مكافحة التدخين في الأماكن العامة أو الإعلان عنه في وسائل الإعلام أمام القمة العربية المقبلة بإذن الله. تبني المقترح ده على مستوى عربي بمكافحة التدخين عشان يكون قرار لكل الدول العربية تحترمه. وده جه بعد ختام اجتماع الدورة 49 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، كان بمقر الحياة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم. والدراسة اللي تم إعدادها دي يعني خليني أقول لحضرتك إن هي بعد اعتمادها إن شاء الله من مجلس وزراء الصحة العرب غدا سيتم رفعها للقمة العربية، وهدفها الأساسي هو منع الدعاية في وسائل الإعلام عن التدخين، والتاني منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة بما فيها المدارس والجامعات، لأن ده ما بيحصلش في أي دولة من دول العالم إلا بعض الدول العربية. فإذا كان القرار هيبقى يعني متاخد في مجلس وزراء الصحة العرب ومرفوع للقمة العربية، هيكون له احترامه وتقديره عند باقي الدول. وكمان يعني زي ما قلت لحضرتك، إصدار قرار من القادة العرب بمنع التدخين كله أثر كبير في يعني التخلق بهذه الظاهرة. طبعا هو المقترح يعني كويس جدا ومطلوب ورائع، بس يا ترى آليات يعني تنفيذه، يعني تصوركم ممكن يكون ازاي للتنفيذ؟ هو ده هيكون بكره اوضح ان شاء الله بعد الجلسه الافتتاحيه لمجلس وزراء الصحه العرب غدا، وبعد صيغه القرار. وحضرتك ان شاء الله موجوده معانا بكره، يعني هكون مع حضرتك واقول لحضرتك القرارات بالضبط بعد الموافقه عليها من المجلس بالاجماع ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. والحقيقة إحنا يعني بندعمكم بنساندكم جدا في ذلك القرار يعني. طيب نروح بقى لنقطة تانية. أنا امبارح قلت لكم الحقيقة، ودي كانت مش أول مرة، دي يمكن رابع مرة أو خامس مرة، إنه لما نقرب من الانتخابات الرئاسية كل ما هتزيد محاولات تشويه صورة مصر عن طريق اتهامها بأنها بلد قمعية وما فيش فيها حريات وبينتهك فيها حقوق الإنسان وبيقولوا فيها اختفاء قسري وتعذيب في السجون.
ومن يومين حاولوا عن طريق الاختفاء القسري في موضوع زبيدة وفشل، وطلع كل اللي قالوه كذب. طيب خلصنا من موضوع زبيدة، طلع لنا النهاردة ايه؟ اتفضل يا استاذ هلال، بس ايه نزل كده الخبر اللي نازل. كوميتي فور جاستس، وهحكي لكم، بس اقروا الكلام اللي مكتوب. دي منظمة اسمها كوميتي فور جاستس، بتقول انه احنا بنطالب عن المعتقلين ابراهيم متولي وحنان بدر الدين ووقف الانتهاكات اللي بيتعرضوا ليها في السجون المصرية. الكلام اللي فيه ده يا جماعة كلام مكرر وقديم، وسمعناه قبل كده كتير، وسمعناه من منظمات تانية، لكن بقى لكن الجديد هو المنظمة اللي أصدرت البيان ده، كوميتي فور جاستس، لجنة العدالة. طبعا من الاسم هتفتكروا انها منظمة أجنبية، خصوصا كمان انه مقرها في جنيف، لكن في الحقيقة الأمر صادم. ازاي؟ المنظمة دي مديرها مصري أو إخواني الحقيقة، وتمويلها قطري، وهواها إخواني. إزاي؟ أقول لكم. المنظمة دي اتأسست في 2015، يعني بعد تولي الرئيس السيسي مباشرة في 2014 رئاسة الجمهورية، وتولى إدارتها المحامي المصري أحمد مفرح. مين أحمد مفرح؟ اللي كان مدير مؤسسة الكرامة القطرية في مصر، ودي المؤسسة اللي هربت من مصر بعد 30 يونيو، وكان رئيسها عبد الرحمن النعيمي الإرهابي الشهير المطلوب في قوائم الإرهاب الدولية. طيب كان دورها ايه؟ كان دورها الدفاع ودعم جماعة الإخوان. وبعد ما اختفت منظمة الكرامة من على الساحة، اتنقل التمويل من الكرامة للمنظمة دي اللي بنتكلم عنها، اللي هي كوميتي فور جاستس. علشان كده أنا بصيت بسرعة كده الحقيقة، يعني رحت فتحت شغل المنظمة دي، لقيته ما بيخرجش عن موضوعين اتنين رئيسيين. الموضوع الأولاني مهاجمة الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، شرطة وجيش وقضاء. والحقيقة يعني مش عاوزة أقول لكم على المصطلحات السياسية المغلوطة اللي بيستخدموها في تقاريرهم وبياناتهم، واللي بتسيء لمصر. الموضوع الثاني مهاجمة الدول اللي على خلاف مع حبيبتهم وروح قلبهم اللي بتمولهم، مين؟ قطر. على طول كده نعرف قطر. زي مين الأربع دول الداعية لمكافحة الإرهاب؟ مصر، الإمارات، السعودية، والبحرين. وعاوز أقول لكم أو أقول لكوميتي فور جاستس، انتوا بتطلبوا بالافراج عن اتنين، ابراهيم متولي وحنان بدر الدين. الاتنين دول اتقبض عليهم ومحبوسين على ذمة قضايا، واهلهم بيزوروهم وبيشوفوهم، فشوفوا لكم حاجة غيرها. جماعة اللي بيحصل ده يعني في منتهى الكذب والتضليل والخيانة، يعني تدليس ومستوى الانحطاط. احنا بنعرض دلوقتي حاجات من شغلهم، شغل المنظمة دي، شايفين على الشاشة، شايفين كل اللي بينزلوه ضد مصر وضد مؤسساتها
ليل نهار هجوم، وهدفهم احنا مصر. طبعا المنظمة زي ما قلت لكم منظمة إخوانية بدعم قطري تركي. على فكرة رئيسها قاعد ليل نهار في الجزيرة على الشاشات الجزيرة. قبل ما أسيبكم عاوز أقول لكم حاجة سريعة آخر حاجة يعني في الفقرة دي. البرادعي راح عامل إيه بقى النهاردة؟ دخل على الخط زي عادته بتويتة، ملك التويتات، ملك التويتات. قال ايه بقى؟ قال انه اكتر الحروب تدميرا في 100 سنة اللي فاتت كانت بسبب تجاهل حقوق الانسان. مش مصدقاك بجد، مش مصدقاك. انت مصدق نفسك؟ طيب حرب العراق اللي اتسببت فيها، اللي مات فيها 1,000,000 عراقي وربما 2,000,000 على فكرة، وبلد اتدمرت ومش محتاجين نعرف العراق عاملة ازاي دلوقتي، كانت لحقوق الانسان ولا كانت انتهاك صريح لحقوق الانسان؟ اركن بقى على جنب وخليك كده في حالك، وملكش دعوة برضو بمصر، ارحمنا كمان من تويتاتك المغرضة والمتآمرة. مشاهدينا فاصل ونرجع نستكمل بقية فقرات حلقتنا.